خلال 10 سنوات من عمر الأزمة السورية كان الأردن ينادي بالحل السياسي لا العسكري لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الجار. في سياق ذلك بذلت الدبلوماسية الأردنية جهودا كبيرة، وكان هذا الهدف حاضرا في لقاءات عقدها جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين في واشنطن في شهر تموز الماضي، حيث استطاعت هذه اللقاءات إقناع واشنطن بأهمية إعادة العلاقات بين الأردن وسوريا لمسارها الطبيعي في المجالات كافة وضرورة عدم اصطدام ذلك بعقوبات قيصر. جلالته وخلال مقابلة مع قناة CNN أكد أن الرئيس السوري بشار الأسد باق في سوريا ويجب التحاور معه. لقاء القمة الذي أجراه جلالته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر آب الماضي تطرق كذلك إلى بحث سبل حل الأزمة السورية وخلق الاستقرار في الجنوب السوري بمحاذاة الحدود مع الأردن، لا سيما من جهة تأمين الحدود من الجماعات المسلحة، تطبيقا لاتفاق أمريكي روسي سابق في هذا الشأن أبرم عام 2018. هذه اللقاءات مهدت الطريق لإعادة زخم العلاقات بين عمان و دمشق، وتوج ذلك بتوقيع اتفاقيات التعاون وتفاهمات بين الطرفين في عمان قبل أيام قليلة في مجالات عدة أبرزها الصناعة والتجارة والزراعة والمياه، بالإضافة إلى ملف الطاقة، حيث تنهمك الجهود حاليا لإيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، بالإضافة إلى إيصال الغاز المصري للبنان عبر الأردن وسوريا. كما توجت مؤخرا بإعادة فتح معبر جابر نصيب أمام حركة الأفراد والتجارة. قبل ذلك شهدت عمان زيارات عدة لمسؤولين سوريين، كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي بوزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش السوري العماد علي أيوب. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بنظيره السوري فيصل المقداد. ولزوما لتوثيق عرى التعاون بين الأردن وسوريا من جهة، وإيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية للبنان من جهة أخرى، كان لابد من رسم الضلع الثالث للعلاقات بين البلدان الثلاثة، فكانت زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاوني للبنان. أرحب بالكاتب والباحث السياسي الدكتور زيد نويسي. دكتور أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. تبعا للتطورات الأخيرة، هل برأيك نتحدث عن نسخة جديدة من العلاقات الأردنية السورية؟ مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. يعني في تقديري أن العلاقات الأردنية السورية الآخذة في التصاعد خلال الأشهر الماضية، صحيح أن طابعها كان يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي، ولاحقا زار وزير الدفاع السوري عمان والتقى برئيس هيئة الأركان المشتركة وناقش قضايا عسكرية وفنية تتعلق بأمن الحدود على الجانبين والتنسيق المشترك في هذا المجال. لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بفيصل المقداد على هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واليوم توج هذا الأمر باتصال بين الرئيس السوري بشار الأسد وجلالة الملك عبد الله الثاني. هذا يعني أننا ذاهبون إلى مرحلة جديدة من التنسيق السياسي، وهو ينسجم مع رؤية الأردن غير الجديدة للأزمة السورية. كما أشار التقرير، الأردن كان لديه مقاربة واضحة وعقلانية وناصحة لجميع الأطراف بتجنب الذهاب في خيار عسكري الأزمة السورية، وتحرك جلالة الملك منذ الأسابيع الأولى، وأوفد رئيس الديوان الملك الأسبق الدكتور خالد الكركي للقاء مع القيادة السورية، وأرادت الأردن أن تبقي مساحة مريحة لها للتحرك، فلم تغلق الحدود بداية، وبقي التمثيل الدبلوماسي قائم بين البلدين إلى أن استولت العصابات المسلحة والتي تستهدف الأردن في جزء من مشروعها على الحدود السورية فتم إغلاقها. لاحقا الأردن كما يعلم الجميع لعب دورا إيجابيا بالتعاون مع موسكو في إنجاز اتفاقيات أستنا التي بدأت في الجنوب السوري، وأعتقد أن دمشق الرسمية تدرك سلامة وصلابة الموقف الأردني الذي حال دون توسع العمليات باتجاه الجنوب السوري نتيجة ضبط حدوده. اليوم الأردن بعد زيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية
وربما المقاربة الأمريكية التي يساهم الأردن في إقناع الإدارة الأمريكية فيها فيما يتعلق بالتخفيف من عقوبات قيصر على الأقل من الجانب الأردني، وأيضا السماح بانسيابية أو استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان ولاحقا التيار الكهربائي، وأعتقد أن جزء منه سيكون من حصة سوريا، بالإضافة إلى المصالح المشتركة بين البلدين في ضمان استمرار عملية النقل عبر المعبرين الحدودين والتبادل التجاري، لأنه ينعكس على البلدين بطبيعة الحال بشكل إيجابي، والأهم من ملف المياه الذي يحتاجه الأردن اليوم. لكن في تقديري أن العنوان الأساسي للاتصال هو تأكيد موقف الأردن الثابت بضرورة ضمان وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية وإنجاز تسوية يرتضيها الشعب السوري بما يخدم مصالحه ويجنب الويلات التي طالت عبر 10 سنوات وأكثر من الأزمة التي بدأت في 17 من آذار عام 2011. نعم، سأبدأ من حيث انتهيت دكتور، وعودة العلاقات الثنائية، هل يجوز لنا أن نسأل من سوف يستفيد من الآخر أكثر، الجانب الأردني أم الجانب السوري؟ يعني على كل حال الأردن لا ينظر ربما بهذا المعيار، الأردن حريص أولا على أمن جواره العربي، سوريا، العراق، المملكة العربية السعودية، لأنه يقرأ الأولويات في تقديره مبكرا بأن الاستهداف الحقيقي هو ما يجري داخل السلطة الوطنية الفلسطينية وغياب حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران وعاصمة القدس الشرقية. اليوم هناك أزمة في سوريا طالت وامتد أثرها على الجميع، والأردن من أول الدول التي دفعت تداعيات هذه الأزمة، نتحدث عن 1,300,000 شقيق سوري لاجئين في الأردن، هذا يؤثر على الوضع في الأردن. ربما تاريخيا كان الميزان التجاري يميل لصالح الأشقاء السوريين، ولكن حركة العبور أعتقد في حال استمرار فتح الحدود وعودة انسياب التبادل التجاري ليس فقط بين سوريا والأردن ولكن بين سوريا ودول الخليج التي يبدو أن لديها أيضا مقاربة تميل إلى الانفتاح على الحكومة السورية، هناك دول خليجية أعادت سفاراتها إلى دمشق، وحتى المملكة العربية السعودية هناك كلام جدي بأنها مع عودة هذه العلاقات وربما عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. في تقديري أن الأردن لديه كما لسوريا مصالح مشتركة في عودة هذه العلاقات، ولكن الأردن حريص على أن تكون سوريا عضوا فاعلا في مكانها الطبيعي جامعة الدول العربية، والأهم من ذلك أنه علينا أن نتذكر حقيقة أن غياب النظام الرسمي العربي، غياب العالم العربي خلال 10 سنوات الماضية عن الأزمة السورية سمح لقوى إقليمية لديها مطامع وأهداف وربما فصائل أيضا أن تنخرط في الملف السوري. اليوم لابد أن يعود العرب إلى سوريا وأن تعود سوريا إلى العرب، وأعتقد مرة ثانية أن الأردن بالتنسيق مع القاهرة وبغداد والجزائر وبعض الأطراف العربية الوازنة يعملون على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في أقرب فرصة، وربما تكون قمة الجزائر في حال انعقادها في آذار المقبل ستكون فرصة مواتية لعودة سوريا. ولكن على صعيد التنسيق الثنائي بين عمان ودمشق أعتقد أن الاتصال اليوم فتح مجالا واسعا ربما يكون مقدمة للزيارات على مستوى سياسي رفيع قد تبدأ برؤساء الوزارات في البلدين، وربما سنصل إلى مرحلة يكون في هنالك قمة بين القيادتين تستدعى هذا الأمر لاحقا. نعم، هل ترى أن هناك أي محاذير من عودة هذه العلاقات الأردنية السورية؟ لا أعتقد، يعني قبل الأزمة السورية كانت العلاقات الأردنية السورية في أحسن حالها، وحتى في بداية هذه الأزمة حاول الأردن كما أشرت في البداية أن يبذل جهدا كبيرا في وقف تداعيات هذه الأزمة، ولكن سارت الأمور على ما سارت إليه. الأردن كان دائما يقرأ التحديات في سياق نظرته إلى أولويات الاستهداف في هذه المنطقة، الأردن ينظر إلى سوريا الجار الأقرب اليوم، وهو حريص كما كان حريص على أن يعود العراق ويستعيد عافيته، حريص أيضا على أن تعود سوريا وتستعيد عافيتها وتتجنب مزيد من المآسي التي عاشتها خلال السنوات العشر الماضية. هناك أمر واقع جديد في سوريا علينا أن نقر به جميعا، الحكومة الرسمية في دمشق
تسيطر على أكثر من 90% من مساحتها. صحيح هناك بعض الجيوب في شمال شرق سوريا، ولكن أعتقد أن المناخ الدولي والإقليمي والعربي اليوم لديه مقاربة واضحة بضرورة إنهاء الأزمة السورية وإجراء تسوية سياسية. الأردن حريص على أن يكون جزء منها في الإطار الإيجابي، وهو ما دعا جلالة الملك للتحرك مبكرا، سواء في الحوار مع الإدارة الأمريكية والتنسيق مع موسكو، واليوم التنسيق مع دمشق الرسمية بصورة واضحة ومعلنة من خلال الاتصال الهاتفي من الرئيس السوري بشار الأسد مع جلالة الملك عبد الله الثاني. نعم، الكاتب والباحث السياسي دكتور زيد نوايسي، شكرا جزيلا لك. حدث من دمشق مع المستشار في رئاسة الوزراء السورية الأستاذ عبد القادر عزوز، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. هل هذه هي نقطة بداية جديدة في شكل العلاقات الأردنية السورية؟ التحية لك أخي الكريم ولجميع الأخوة العاملين في قناة المملكة وجميع أهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا هذا الاتصال الهاتفي ليس عنوانا لبداية علاقة على الإطلاق، بل هي محطة في تطور طويل المدى في العلاقات بين كلا البلدين، العلاقات السورية الأردنية. ولكن هذا الاتصال يأتي تعبيرا عن إرادة سياسية لدى كلا البلدين، انسجاما مع الإرادة الشعبية، مع الرغبة الشعبية في الدفع بتلك العلاقات بين البلدين إلى المزيد من آفاق التعاون في ضوء اليوم التحديات والفرص التي يمتلكها كلا البلدين في خدمة المنطقة وخدمة الأمن والسلم الدوليين. نعم، واسمح لي هنا أن أسأل، ما هي أبرز المسارات التي يمكن السير بها ضمن هذه الفترة في إطار العلاقات الثنائية؟ سيد الكريم، أنت تعلم بأن اليوم هناك الكثير من المخاطر التي تواجه كلا البلدين والمنطقة. هناك مخاطر الإرهاب والتطرف من جهة، وهناك مخاطر اليوم ضيق اقتصادي ومحاولة البعض استنزاف المنطقة اقتصاديا للأخذ بها إلى مشاريع لا تخدم توجهات أبناء المنطقة. لذلك أنا أعتقد اليوم بأن مدخل التعاون الاقتصادي والدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياسي والتعاون الأمني كلها اليوم آفاق ومسارات تخدم كلا البلدين كما قلت، وتخدم المنطقة. فتطور العلاقات السورية الأردنية لا ينصب لجهة محاور، بل هو يخدم المنطقة ويخدم الاستقرار فيها بالدرجة الأولى. وهل سيخدم أيضا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، الجامعة العربية من بوابة الأردن؟ سيدي الكريم، أنت تعلم بأن سوريا يعني فيما يتعلق بالمشروع القومي العربي لها دور ريادي، وهناك الكثير من أوجه التنسيق والتعاون كان بين سوريا وأشقائها في الأردن في إطار العمل العربي المشترك. ولكن فيما يتعلق بمؤسسة العمل الرسمي المشترك، فأعتقد بأن هذا الأمر يعني سيأخذ الكثير من أشكال البحث، لكن أعتقد اليوم بأنه من الضروري تصويب ما حدث في العام 2011 عندما جرى بشكل يخالف أعمال ومواد ميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل في شؤون الدول وعدم المساس بأنظمة الحكم وأن تتخذ القرارات بالإجماع. بكل الأحوال سوريا ستبقى داعمة للعمل العربي المشترك ولكل أوجه التنسيق والتعاون بينها وبين الأشقاء بغض النظر عن وجودها أو عدمه. فمسألة العروبة والعمل القومي العربي المشترك هي مسألة في وجدان جميع أبناء سوريا، كما هي في وجدان أهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية. نعم، شكرا جزيلا لك المستشار في رئاسة الوزراء السورية الأستاذ عبد القادر عزوز، كنت معنا من دمشق.